إذن ثم ركلات الترجيح للمرة الثانية، الزمالك كامل العدد في تسجيل ضربات الترجيح، يعني عملها أمام النادي الأهلي. صحيح ما لعبش الخمسة، لكنه النهارده لعب الخمس ضربات وسدد الخمس ضربات، وتسدده بتكتيك كويس للأمانة الشديدة يعني. وبالتالي جماهير النادي الأهلي بتنتظر مباراة الزمالك على أحر من الجمر. أنا ما بحبش رد اعتباره مباراة ثأرية، لكنه النادي الأهلي معتاد دائما وأبدا. البطولة دي هو كسبانها 14 مرة، البطولة دي النادي الأهلي واخدها آخر 3 سنوات. النادي الأهلي دائما وأبدا بيفرح جمهوره وبيشرف جمهوره، فالناس محتاجة تطمن قبل المباراة اللي جاية. أولا بكرة اللي هو تمرينة بكرة هيعمل إيه مارسيل كولر؟ ثانيا هيفكر في مباراة الزمالك تكتيكيا إزاي؟ لأنها في النهاية أمام منافسك التقليدي، جماهيرية كبيرة جدا، هتبقى المدرجات 50% أهلي 50% زمالك. النهاردة سيراميكا ما كانش في حد بيشجعه، اللهم إلا أعداد قليلة، لكن الزمالك فيه جماهير كتير، يعني الضغط الجماهيري هنا زي ما الضغط الجماهيري هنا. أكيد مباراة تنتظرها كل الجماهير، ليس المصرية فقط ولكن الجماهير في دولة الإمارات. نعم. وفي المملكة العربية السعودية والبلاد العربية. نعم. لأنه الديربي المصري هو أشهر ديربي في البلاد العربية. نعم. وفي أفريقيا. أما عن المباراة فهي مباراة في نهائي سوبر. صحيح. يعني بطولة. مش عايزينها تروح لحتة تانية. نعم. أنا ضد إنه دي رد اعتبار، وإنه النادي. نعم. الأهلي لابد إن هو يسأر من هزيمة بتاعت المباراة اللي فاتت. أولا هي مش هزيمة، أنت خسرت يعني ضربات ترجيح. انتهت. نعم. بضربات الترجيح. نعم. وبعدين أنت يعني حارس مخضرة معارف ضربات الترجيح دي طبعا. أنت ممكن تترمي ناحية الشمال وكرة تتحط يمين. ما جت النهاردة رمضان صبحي اترمى ناحية الشمال، جت في القائم وجت في جسمه وطلعت بره. المباراه الثانيه انت بالعكس. برضو. نعم. تترمي ناحيه الشمال. نعم. وتتلعب ناحيه الشمال وتصدها. نعم صحيح. ونفس اللعب. نعم. فانا مؤمن بان دي طالما وصلت لهنا ما عليك غير انك تكون هادئ ومركز وتختار زاويه التصويب ولا. نعم. تتردد. نعم. يعني ما تروحش وانت شايف رايح تشوط يقوم الحارس. طب خليني اكلمك على المباراه نفسها، لانه مهم جدا. الناس عايزه اداء النادي الاهلي المعهود، انتصار النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، والشكل الجميل اللي في النهايه يوصلك ان انت عملت الحاجتين، انك اديت كويس وانك كسبت المباراه باذن الله. أنا مع كل الاحترام لفريق الزمالك طبعا، بنتكلم بكل احترام. احنا بنتكلم طبعا بكل احترام نادي الزمالك، عشان كده بنقول انه دي مباراه يعني مثلها مثل جميع المباريات السابقه. نعم. في فريق هيفوز فيها سواء في وضعها وقتها الاصلي او في الوقت الاضافي او بضربات الجزاء، ده لن يقلل من الخاسر سواء. نعم. هنا او هنا، ولن يزيد الكسبان الا رقم، يزيد من الرونق والاناقه. نعم. والشهره والاضواء والمكسب المادي طبعا. وبالتالي احنا عايزين ننظر لها المباراه في كره القدم، احنا بنعرض البضاعه بتاعتنا يا. نعم. جماعه اهي دي البضاعة المصرية. ازاي نعرضها حلو بقى؟ ده سؤالي برضه، لازم اصلا مش هسيبك. ازاي نعرضها حلو؟ ده المهم. ازاي نعرضها حلو؟ نلعب كورة بس نمرة واحد، كويس. الفريقين، اللاعبين. لا أنا خليني بفرقتي. أنا دلوقتي فريق النادي الأهلي. أنا عايز أكسب إن شاء الله الماتش اللي جاي، عايز أرجع بكأس سوبر، عايز أدي بشكل جيد. نمرة واحد، استشفاء. نعم. جيد النهاردة، بكرة، بعده. نعم. يكون في استشفاء جيد للاعبين ومراجعة لحالات الاصابات اللي موجوده. نعم. وان شاء الله عليها فاروق كلها الحمد لله. ما تكونش مؤثره. تدريبات ترويحيه الهدف منها اخراج اللاعبين من حاله الشد العصبي اللي عاشوا فيه هذه المباراه بدون. نعم. داعي. كويس ان المباراه يوم الخميس ففي وقت. وبعدين. نعم. عندنا الفكر بتاع المدرب يكون هو قعد ودرس المباراه بتاعت سيراميكا بشكل جيد. نعم. عارف ايه هي الاخطاء. على فكره ما فيش مدرب لا يخطئ، كلنا خطأون، كلنا خطأون، وبالتالي المدرب لابد ان هو يتعلم من الاخطاء وما يعاندش وما يكبرش. لابد انه يكلم نفسه او يستعين برأي زملائه. نعم. في ايه انتوا شايفينه غلط؟ ايه اللي خلى الفرقه توصل في بعض اوقات المباراه الى هذا التهاوي في المستوى وترك المساحات لفريق سيراميكا؟ ليه احنا بعدنا بعد ما سجلنا الهدف بعدنا بعيد عن اجواء المباراه؟ نعم. لازم يسمع المساعدين اللي موجودين معاه، ولا بد ان هو يكون مقتنع كمان ببعض. نعم. الاراء، لانه المدرب لوحده هو حتى في المؤتمر الصحفي مش مبسوط قوي.
يبقى نعم. اسال زملائك نعم. اديهم حريه ان هم يقولوا لك رايي. احنا بنشوف احسن مدربين في العالم نعم. جنبه مستشار قاعد بيقول له كذا نعم. وكذا نعم. وكذا وكذا. طب اعمل ايه؟ طب اعمل كذا. مش عيب نعم. مش تقليل من نعم. كفاءه المدرب. يبقى هو لابد ان هو يعترف ان في اخطاء حصلت. ايه هي الاخطاء اللي حصلت؟ ايه هي الحلول عشان ما اقعش في الاخطاء اللي حصلت مره ثانيه؟ وبالتالي يوصل لقناعه للتشكيل المناسب للمباراه، تحضير اللاعبين نفسيا جيدا لهذه المباراة، اختيار الطريقة المناسبة لهذه المباراة، ما نلعبش على قديمه وما نلعبش على جديده، العب بالواقع اللي انت شفته. انت نعم. شفت فريق الزمالك وشفت فرقتك وشفت مستواها في فريق في مباراة سيراميكا، عرفت فين الأخطاء اللي حصلت، يبقى انت ما تقعش في الأخطاء دي مرة تانية، سواء الخطأ ده في التشكيل أو في إدارة المباراة أو في التوجيهات أو نعم. في التغييرات نعم. لابد أنك أنت تتعلم من أخطائك. طيب.